تاريخيا بالبداية على مود ينضم ويانا ضيف إن شاء الله ونتحدث بهذا الموضوع تأثيراته على حياة الإنسان. طبعا يعود الحظر الصحي يعني يعود إلى العصور ما قبل الإسلام، يعني هذه العصور القديمة فتحولت، يعني حتى الحظر السابق كان موجود، يعني حظر كان أكو حظر يعني عادة ما القبائل يسووا داخل القبيلة الوحدة أنه يتحاضرون بيناتهم لفترة عادة ما تكون أسبوع أو أسبوعين. طبعا من ضمنها أنه خلينا نتحدث شوي عن اللي أسس الحظر الصحي اللي هو ابن سينا. طبعا اعتمد ابن سينا أنه 40 يوم لازم أنه تكون حظر صحي على كل الأوبئة، يعني هي الأوبئة والفيروسات اللي موجودة، مو فقط أنه هي موجودة اليوم هو كورونا، لا، حياتنا كلها فيروسات وكلها أوبئة من العصور القديمة وصولا إلى العصور الحديثة والعصور المتجددة اللي هي تنبعث من عندنا والبعض الهاي. طبعا ابن سينا عنده كتاب اسمه قانون الطب، طبعا هذا قانون الطب يحتوي وفصل به جميع الأمور وجميع المتعلقات الخاصة بموضوع الطب، ومن ضمنها خصص موضوع طبعا من ضمنها موضوع كورونا، كان انه حتى اليوم منظمة الصحة العالمية تعتمده انه اعتماد قانون الطب ب 600 جامعة على مستوى العالم تعتمد هذا اللي يدرسون الطبية فيعتمدون هذا الكتاب لما فيه من معلومات. فاحنا اذا كمواطن عزيز والحبيب واللي احنا نحبه ودائما نقدم له كل الشكر، بدا انه نشوف بعض التعليقات انه يقول ليش ما انه انتم دا تلتزمون بموضوع الحظر وانتم تبقون ببيوتكم بدل ما انتم دا توجهون الناس. اجراءات حكوميه، يتحدث البعض الاخر عن الاجراءات الحكوميه، يقول انا اجراءات حكوميه انتظرها من ناحيه التخصيص المالي، من ناحيه توفير لي معيشه، اليوم جزء الدولة ما وفرت لي المعونة اللي أنا ممكن أنه استفاد منها، بقدر ما تقول ما وفرت لي 30,000 دينار للفرد الواحد أو 80,000 دينار، يقول لك أنا هاي ما تكفيني. فضروري أنه إحنا اليوم نتعامل مع الحظر، نتعامل وياه، نتعايش وياه وباء حالة من حال الأوبئة اللي موجودة، نتعامل وياه كأنه أي وباء، حالة تيفو، الفلاونزا الاعتيادية. مثل ما تعرفون الفلاونزا الاعتيادية هي نسبة تأثيرها بمستوى العالم هي 2.5% على التأثيرات، يعني هاي بالنسبة اللي يموتون فيها. فليش احنا انه نهول بهذا الموضوع؟ فضروري انه نلتزم موضوع الكمامات ونلتزم موضوع القفازات، فهذا يدل على ثقافتنا وعيتنا يا اهلي. بالضبط، اليوم هي الوقايه خير من العلاج، اصلا هو ماكو علاج حقيقي لحد الان تدفع فعاليته على هذا الجائحه والفيروس. اليوم احنا في صدد مواجهه خطرين، الخطر الاول اللي هي جائحه فيروس كورونا، والخطر الاخر اللي هو الحجر الصحي. اليوم من اكثر من 1 مليار شخص حول العالم يعانون من عنده، وكثير من الحريات تم تقييدها حتى بالدول الديمقراطيه، احنا هذا الامر ما متعاملين معاه سابقا، لذلك بعض الاشخاص ما يعرفون يتعاملون معاه. شاهدنا انه اليوم العوائل ممكن نسب الانفصال والمشاكل والعنف الاسري تم التصاعد بها، يصعب التعامل فعلا معك. نوع من الأمراض هو اليوم اللي خصوصا على الناس اللي ما يمتلكون الإرادة والأمل. راح نتعرف اليوم شلون ممكن إنه إحنا نواجه الحجر الصحي وخطر الحجر الصحي وتأثيراته على النفسية مع الأكاديمي والإعلامي يعقوب يوسف اللي انضم لنا عبر الهاتف. مساء الخير والعافية. مساء الخير عليك وعلى زميلي المبدع اللي جنبك وعلى كافة متابعي قناة زاكروس الرائعة اللي دائما تبث الجمال والجمال عبر شاشتها الفضائية. أهلا وسهلا بحضرتك. اليوم نعرف أنه فقط مو اليوم فقط أنه الخطر الحقيقي للفيروس نفسه، اليوم احنا نتعامل مع مراحل متطورة أصبحت اليوم من الحظر الصحي اللي تعاني من عنده الفرد داخل المنزل، شنو تأثيراته السلبية وكيف ممكن أنه احنا نواجهها؟ بالتأكيد سؤال مهم جدا. اليوم احنا كمجتمع عراقي اكيد يعني متعودين على خاصة العوائل العراقية متعودة دائما على التزاور والحالات الاجتماعية المتقاربة جدا، يعني لا غنى عنها في كل الاوقات وعلى مر الازمنة. بالتالي الرجال اكثر الرجال اليوم يعني سباقون في العمل، صعب عليهم انه يجلسوا في البيوت، وبالتالي التقارب البيتي العائلي يكون في مستوى يحدث لربما نوع من الملل العائلي وينتج فد مشاكل، ولكن هذا حال ليس العراق فحسب وانما كل الدول اليوم باتجاه هذا الموضوع. واكيد احنا عندنا مثل عراقي يقول اللي يشوف السخونه شلون يرضى بالموت، اللي يشوف الموت يرضى بالسخونه، مو؟ فاكيد احنا اليوم اتجاه مرض خطير وجائحه
يعني جديدة علينا، ولربما عدم وجود لقاح في حتى المستقبل القريب يولد قلق كثير وكبير لدى كافة العوائل والناس في هذا الاتجاه. نعم، اليوم احنا شلون نتعامل وياه يعني كإجراء نفسي؟ يعني اليوم انا اتحدث عن إجراءات نفسية للعوائل، يعني اليوم هناك يعني من كل الفئات طبقات المجتمع، أشوف نعم. أنه بدأت أنه الطبقة المتوسطة حتى الطبقة الفقيرة نعم. وحتى الأغنياء اليوم أصبحوا متذمرين بموضوع حظر التجوال، فهذا تأثير إلى تأثيرات نفسية. اليوم أنا شلون أقدر أنه أتخلص من هذا الجو النفسي وتعامل مع الفيروس؟ يعني أنا إذا سمعت مقدمتي أنه اليوم شلون اليوم أصبحت دول العالم أنه تتعامل مع نعم. الفيروس أنه أمر اعتيادي، حال أي وباء موجود. نعم، احنا لربما ناخذ يعني السويد كمثل. لحد اليوم السويد لم تلتزم بالحظر ولم تعلن الحظر، ومع ذلك حياتها جدا طبيعيه، اصاباتها متدنيه جدا قياسا الى باقي الدول التي خرجت عن نطاق السيطره كامريكا وايطاليا. فبالتاكيد الثقافه والوعي، استاذي فاضل اليوم لهما الدور الكبير جدا في محاربة هذا الفيروس. يجب أن نتعامل بصورة طبيعية ونتعامل معه كحالة واقعية. إدراك المواطن اليوم وحسه العالي اتجاه نفسه وعائلته وأصدقائه وبلده يجب عليه أن يتعامل كأمر واقع. هنالك جنبة أخرى لربما تقصدها في الجانب المعيشي، حضرتك من الجانب الآخر من السؤال. نحن اليوم وللأسف يعني حسب ما صرح به رئيس الجمهورية قبل يومان أن العراق وصل إلى مرحلة 40% تحت خط الفقر، وهذا يعني بنتاج 18 مليون مواطن تحت خط الفقر، وهذا أمر جدا صعب. هذا الأمر يفوق هذه الجائحة، يفوق هذا الفيروس، يفوق خطر الفيروس. لذلك هنالك تمرد وخاصة في المناطق الشعبية. أنا زرت المناطق الشعبية وأنا دائما على اطلاع كامل في هذه المناطق. هنالك تمرد واضح اتجاه هذا المرض وخروج وعمل وتحديا لجانب السيء الذي ضد السياسة السيئة عفوا من جانب الحكومة. نعم نعم جانب الحكومة، بس انه خلينا نتحدث على إجراءات الحكومية. بما انا ذكرت انه جانب الحكومة اخذت انه ثلاث بما يخص انه ثلاث ملايين شخص انه نعم. اعطتهم انه الدولة انهم هذول مستحقين، يعني اعقب على الجواب اللي جاوبته حضرتك. 3 ملايين نعم. شخص من اصل 48 او 47 او 37 مليون عذرا بما يخص مجموع نعم. العراق، هاي ال 3 ملايين دول اللي موجودين حاليا بالعراق تحديدا، يعني اذكر ال 3 ملايين تحديدا، يعني اليوم فقط هذول ال 3 ملايين هم تحت خط الفقر؟ يعني اليوم اذا تحدث عن نسبة 40% حضرتك تحدثت بها، فنسبة كثيرة يعني تفوق ال 3 ملايين. بالتأكيد مثل ما ذكرت لك أنه السيد رئيس الجمهورية ذكر 18 مليون، هذا رقم يعني يفوق كل الدول تقريبا. يعني نحن وصلنا إلى مراحل الفقر، الدول الفقيرة في أفريقيا رغم كل الموارد. وثاني ثالث دولة اليوم نحن بالبنى التحتية لكل المرافق. اليوم الحكومة في وضع لا يحسد عليها، والمواطن في وضع لا يحسد عليه أكثر، يعني لأنه هذا التذمر. كثير من الأصدقاء وعبر مواقع التواصل الاجتماعي ذكروا أنه هذا التمديد لمدة أسبوع هو وصول إلى قمة العجز بالنسبة للحكومة، وبالتالي الشعب يريد أن يخرج ويذهب للاطلاع على رزقه وجلب الرزق. وهنالك كما ذكرت في مقدمتك الراقية أن اليوم المشاكل ازدادت، لربما الطلاقات زادت، لربما الكثير من الأمور الحالة النفسية تؤثر. الجلوس بالبيت الرجل هذا طامة كبرى، لا يستطيع الخروج نعم. ليس مثلي كمثل المرأة. نعم نعم أستاذ يعقوب، اليوم البعض يعتقد أنه الحظر الصحي هو نوع من تقييد الحرية، هو يقيد الحرية بالحركة نوعا ما، لكن اليوم كيف ممكن أنه نقدر نقدم نصائح للأفراد داخل المنزل؟ ما هي الأنشطة اللي يجب اعتمادها حتى يتخلصون من الطاقة السلبية للكبار وحتى للصغار؟
الصغار، كيف ممكن إدارة الوقت بشكل منظم وصحيح حتى يعني تحد من حالات العنف الأسري. الرجال تحديدا يعني اليوم عندهم طاقة سلبية جدا كبيرة، لأنه تعرف أنه اليوم الرجل العراقي غير معتاد على أنه الجلوس داخل المنزل. اليوم الحظر الصحي فرض عليه أنه يكون داخل المنزل لساعات طويلة جدا. الزوجة أيضا ما تتحمل، الأولاد والعائلة، ممكن شنو الأنشطة اللي يعتمدوها حتى يتخلصون من هذه الطاقة السلبية؟ نعم، أرى لدى البعض من الشباب والرجال الطاقة الإيجابية التي يحملونها عندما يبدون يعملون الرياضة الصباحية في الشوارع والرياضة المسائية كذلك، إضافة إلى الاعتناء بالحديقة وتنظيم البيت. يعني هذه فرصة جيدة لأن ينتبهوا على نواقص البيت اللي موجودة. بالتأكيد الإنسان الناجح في عمله سيكون ناجحا في بيته، وسيعرض هنالك إبداعات كثيرة. إضافة إلى أن السوشيال ميديا كانت أداة كبيرة جدا لعرض بعض البضائع والعمل. هنالك نسبة 20% من الجالسين في البيوت هم يعملون من خلال السوشيال ميديا، من خلال الإعلانات والعمل الكثير. فالعنصر الجيد اليوم لا يقف إزاء هذه الجائحة، ولا يقف أيضا إزاء الحظر. بالتأكيد ستجدينه منتجا ممتعا في جميع النواحي. نعم. طيب. اليوم لازم نستثمر الفكر عندنا، اليوم هو تقييد للحركة لكن ليس تقييد للأفكار والإبداع. ممكن أنه اكتشاف الذات، ممكن ممارسة هوايات يحبوها، وأيضا مثل ما تفضلت حضرتك البعض فتحوا مشاريع صغيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هذه خطوة جدا إيجابية وجميلة. لكن البعض الآخر مع الأسف أرجعوا أنوع على برأيك، كيف ممكن اليوم أنه إحنا نتعامل مع أسري؟ مثل ما شاهدنا كثير من الفتيات وحتى شباب أقدموا على الانتحار. العنف من أنواع أخرى جدا، حتى اليوم العنف اللفظي والجسدي اللي يتم ممارسته على الأطفال وحتى على بعض السيدات وحتى على أولادهم. اليوم كيف ممكن أنه إحنا نتعامل مع هذا الموضوع، لأنه هذا جدا حساس وجدا بأبعاد حتى من بعد ما تذهب جائحة كورونا، لربما أنه عوائل تهدمت بالكامل، حيذهب الفيروس وتخلص إن شاء الله هذه الأزمة، لكن هذه العائلة ربما لم تعود متكاملة مرة أخرى. كيف ممكن نحن نتعامل مع هذا الموضوع؟ نعم، هي كثرة الضغوط اللي تولد من جراء الحظر أكيد يعني سيولد انفجار نفسي داخلي وملل، وبالتالي ينعكس على جو الأسرة المشحون، يكون بالتوتر دائما والنقاشات الغير مبررة. نتجه إلى الابتعاد دائما في أماكن تكون أكثر راحة. يعني الحلول اللي ممكن أنه يستخدموها حتى يعني نعم. يواجهون هذا الضغط النفسي. نعم نعم نعم، هو بالنسبة للمرأة ستكون هي مشغلة يعني أكيدا في بيتها ومطبخها وتنظيفها، أما الرجل اللي هو نعتبره صاحب المشاكل وهم يساعدها حلو اليوم لا أنا جس ما قلت لك أنه الرجل صاحب المشاكل هو الرجل اللي أكيد هو صاحب يعني مشاكل انفعالي نوعا ما. أكيد أكيد، ويبدأ يعقب على الشاردة والواردة، بالتالي أنصحه بتغيير جوه في مثل ما ذكرت لك الرياضة أو القراءة أو العمل البيتي، وبذلك تكون قلة المشاكل والتسامح أكيد. نعم. لأن نحن شعب متسامح. نعم. وجو عائلي في هذا الموضوع. نعم. أستاذ يعقوب، تحدثت حول زياراتك ميدانية لبعض العوائل، يعني من خلال هذه الزيارات ماذا تقدمون يعني لبعض العوائل؟ هل هناك مساعدات حضرتك مثلا وبعض الناشطين المدنيين اليوم والأكاديميين والإعلاميين والفنانين اليوم أصبحوا أنهم ما خلية نحل بموضوع التكافل الاجتماعي، هل هناك زيارات ميدانية للعوائل وتقديم لهم المعونة من خلال السلات الغذائية؟ والله أنا ما حبيت أن أطرق لهذا الموضوع كي لا يذهب الأجر. بالتأكيد نحن في العيد قدمنا العديد من الملابس في رمضان، قدمنا الكثير من السلات الغذائية باسم مؤسسة شبكة الثقافة الإعلام، يعني كوني أنا مديرها ولدي 11 مكتب في المحافظات. أيضا بعض المكاتب قدمت ما قدمنا، وذلك هذا التكافل نستطيع به معاونة أهلنا وناسنا المتعففين والفقراء. بالتأكيد هذا الموضوع يعني كان جدا سعاء
سعداء البيوت المتعففة عندما دخلنا عليهم في رمضان بشلاتنا، عندما دخلنا بملابس العيد. أيضا أنا لم أنشر هذا الموضوع لحفظنا وجه المتعففين. جميل جدا عندما يكون هناك تكافل اجتماعي. العمل بيننا ما بين الله سبحانه وتعالى. وأناشد أيضا كل الميسورين في هذه الفترة التكافل، يعني ماكو أفضل من هذا الموضوع. طبعا مثل ما هب العراقيون في التبرع بالدم بحجنا وناسنا الأبطال الذين دافعوا عن العراق، هذا اليوم يمكن أشد ضراوة، وهو احتياج الطفل، احتياج نعم. العائلة متعففة نعم. إلى طيب. هذا الموضوع. طيب دكتور يعقوب، أيضا لابد أنه حضرتك تعليق اليوم على الإجراءات اللي تم اتخاذها من قبل خلية الأزمة، هل هي اليوم مناسبة فعلا وتصب بمصلحة المواطن العراقي؟ بالتأكيد. أولا أنا أحب أن أقدم اعتذار لكم للمشاهدين عن عدم قدومه، وذلك بسبب الحظر والتزامنا بالحظر نعم. لكون يعني هذا التسديد بالضبط نعم. فاعتذار الشديد لجنابكم وهذه القناة التي استضافتني أكثر من ثلاث أو أربع مرات، فهي قناة رائعة جدا ومهمة جدا عندي. بالتالي الالتزام رأي الخلية الأزمة في هذا الموضوع يصب في صالح المواطن، وعلى المواطن أن يعي تماما أن هذا الموضوع هو في صالحه، لربما العراق ليس لديه أي مقومات مجابهة هذا المرض، يعني هي دول كبرى اليوم عجزت أمام هذا المرض مثل إيطاليا كما لاحظتوا، فالعراق ليس لديه أي مقومات، أي بنى تحتية صحية تستطيع أن تجري هذا الفيروس. فعليكم أحبتي أهلي ناسي من خلال قناة زاجروس الموقرة أن تحتفظوا أو تكونوا في بيوتكم أمنا وأمانا لكم ولباقي الناس. نعم دكتور يعقوب، يعني شلون اليوم نقدر نتعامل ويا هذا الفيروس في المناطق الشعبية، يعني تحديدا يعني نشاهد هناك اختلاط كبير يعني من قبل المواطنين، والبحث يتحدث عن عدم وجود فيروس والآخر يتحدث يعني حتى من لديه الشكوك سابقا، يعني من شخص أنه ما يحمل الفيروس اليوم لا، أنه تقول له أنه صديقي وجواريني وتشوف أنه 10 أشخاص أنه ممكن أنه أصابوا بهذا الفيروس، يعني أصبح الموضوع أنه منتشر بكثرة، يعني اليوم أصبح يعني مدى خطورة هذا الموقف على حياة المواطن بالتحديد. المناطق الشعبية وما أدراك من المناطق الشعبية اللي تفتقر حقيقة إلى عدة مقومات، أهمها الوعي الصحي أو الوعي الثقافي لدى المواطن بصورة كاملة، مثل ما أسلفت حضرتك أنه العديد منهم والكثير الكثير منهم يقول بأن لا وجود لفيروس، وهذه أكذوبة وهذه صنعة أو جنبة سياسية أو إشاعة سياسية. بالتالي هذا العامل جدا جدا مهم، يعني كثقافه كوعي في المناطق الشعبيه تفتقر الى هذه الحاله، اضافه الى الجنب الثاني اللي مثل ما ذكرنا الحاله المعيشيه، الكل عندما ذهبنا قال اعطوني طعاما كي لا اخرج. يعني هذا موضوع مؤلم جدا، يعني حقيقه ما نعرف شلون احنا ندركه، وهذا اهتمام الدولة يجب أن تكون بقوة تنزل إلى الشارع وإلى المواطن العراقي وإلى البيت العراقي كي تساعده في هذه المشكلة. طيب شكرا لانضمامك لنا عبر الهاتف على كل المعلومات والمداخلة اللطيفة اللي حصلت من قبل حضرتك، نتمنى لك نهار سعيد إن شاء الله. طبعا شكرا الى الدكتور يوسف يعقوب يوسف الاعلامي والاكاديمي. بالتالي اليوم حتى نجتاز هذه المرحله، مرحله جائحه كورونا، هي مسؤوليه تقع على عاتق الجميع، لازم نتكاتف ونتعاون حتى نتخلص من عنها قدر الامكان، ونصادر جهود الناس اللي ضحت بحياتها وسهرت الليل وابتعدت عن عوائلها في اجل سلامتنا. اليوم كل انسان لازم يحمل الاحساس بالمسؤوليه. طبعا اكيد احنا مستمرين بمشوارنا الصباحي لكن بعد الفاصل.